خبر اليوم كنقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. اهلا بكم. اهتزت مدينة الدار البيضاء اليوم الخميس على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاف عمر الزهور قتلوا مجهول النواحي برشيدة. الضحية أيوب الرقادي كان كينوي شراء درجة نارية من الحجم الكبير عن طريق إعلان بالموقع المتخصص في نشر إعلانات أفيتو. بعد انتقاله إلى مدينة برشيدة قام مجهول بسرقة المبلغ اللي كان بحوسته واللي كتحدد في 10 المليون وذبحوها. نستمع لتصريحات والدة الضحية والأقرباء ديالو. ما فهمتش كنطلبوا تشدوا هادو اللي تعداو عليا ياخذوا حقهم ياخذوا لينا حقنا. من هاد الدري راه كيرمونا شفتونا في ولد عندنا وحشوم عليهم. انا ولد العسازي ما كيحط عاد الموطور اللي شرى كيحطو عاد قبل 15 يوم قبل ما يمشي باش يشري الموطور. قال لي راه غنجيب الموطور هادشي وجد لي البلاصه. قال لي وجد لي بلاصه فين نحط الموطور. قلت لي صافي جا عندي شال الدار ورا ديك 15 يوم ما ضارباش. وقال لي هو سيمان هو كيجي عندي من قبل كيقول لي غنجيب الموطور شوف لي بلاصه ياك صافي. مورا ديك 15 يوم مشى عند خالو تما باش غايجيب الموطور غايجي غادي يحطو عندي. سامل تما مشى قالوا لنا ايوب نهار معول تما صدق قاعد خالو ما عرفت شحال تما وما يضربوا لي الحساب حيدوا لي 10 المليون مذبوح مضروب بقى 4 ايام في غيبوبه كيقول لك السبيطار ما عرفوش حيدوا لي التليفون حيدوا لي لاكارت سيزاو كامل صافي. جاو داروا لي البصمات السبيطار عرفوا جاو الجوندارم البارح. الدري ولد دربنا صديق ديالنا فهمتي كبرنا معاه وكل شيء عنده 21 كيقرا في لافا وكان عنده فلوس كان لازم 10 المليون مشى لبرشيد باش ياخذ موطور. واصلا عنده خالو تما كان جالس عنده وواحد تما في برشيد معروف تما كاين مطار خاص من كازا جلس عنده في برشيد بقى جلس شي 15 يوم وعند خالو في برشيد على ما يلقى الموطور اللي بغاو. داكشي ملي لقى الموطور هاز مع 10 المليون داير مع دوك خاشي غيشري من عندهم موطور مشى لعندهم البلاصه اللي داروا معاه بحال قلت شي داروا معاه واحد البلاصه بحال الخلا فهمتش داروا معاه تما وصل عندهم شدو خداو ليه فلوس وذبحوه. لا فين شاري موطور ولكن فين شاريها من كازا. انا واقع عليه كان عنده واحد الموطور اس ا شاريها من كازا كان عنده شي طوموبيل شاريها من كازا هو الموطور اللي بغى يشري تي ماكس 530 شفناه قلت لك شي ولا شي شهر كان في الدار هو جلس عند خالو شي 15 يوم. لا الدري كان ترونكيل وكان ما عنده حتى شي واحد زعما مخاصم معانا يا ولا الدري درويش صوته ما كيتسمعش كاع. خبر اليوم انتهى. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.